السوبر بول تحدثنا عنه كثيرا في الحلقات السابقة، وكيف أن البي إن أفردت لهذه المباراة، مباراة كرة القدم الأمريكية، مساحة كبيرة من الاهتمام وأيضا من التعليق باللغة العربية. ولكن يبقى السؤال، لماذا لا تنتشر كرة القدم الأمريكية في محيطنا أو في مجتمعاتنا العربية؟ لماذا قلة الإقبال على هذه الرياضة تحديدا؟ الإجابة في التقرير التالي وليست معنا. بعيدا عن صخب الألعاب الجماعية، قد لا يكون مشهد بعض الشباب وهم يتقاذفون تلك الكرة البيضاوية بعيثا على تخيل ممارسة كرة القدم الأمريكية في مصر بشكل جاد، ولكن الواقع المتجسد في عدة فرق من بينها كايرو وولفز يثبت أن الموضوع ليس مجرد افتتان بما هو غريب عن الرياضة المصرية، بل هو شغف حقيقي بلعبة ذات شعبية هائلة في بلاد العم سام، وهي شعبية امتدت إلى فرق عربية أخرى كعمان باراكودس الذي أتى إلى مصر لخوض مباراة ودية ضد وولفز. فريقنا كايرو وولفز تأسس عام 2011 بعد أن تم إلغاء مشروع وادي دجلة لكرة القدم الأمريكية في مصر. كنا حينها 7 لاعبين فقط، وبدأنا باسم راينورز أي وحدو قرن، وكافحنا كثيرا حتى جاءت فرصة المشاركة في مباراة مصر والمغرب التي بدأت تلفت الأنظار إلى هذه اللعبة، ومن ثم بدأ كثيرون يقبلون علينا حتى تجاوز العدد 50. اللعبة الآن تكتسب زخما كبيرا في مصر، ولدينا في فريقنا مجموعة من أكثر الناس دراية بكل خباياها، وهذا ما ساعدنا على استضافة أول مباراة ودية دولية ضد باراكودس، والتي نأمل أن تكون البداية. تضحيات مالية كبيرة يبذلها أعضاء كايرو وولفز الذين تجاوز عددهم 70 لاعبا، فشراء الملابس المخصصة لهذه الرياضة والالتزام بقاعدة عدم التغيب عن أكثر من 3 تدريبات في الموسم لا يثنيهم عن الاستمرار في الممارسة حتى لو تعرضوا للسخرية في محيط أقرانهم، بل في المقابل يعملون على جذب الرعاة لمنح اللعبة بعض الاستقرار. التضحيات المادية هي معروفة، هي موضوع ان انت بتجهز ايكويبمنتس غالية بتجيب من امريكا، الفيز بتدفع عشان تقدر تلعب وتتمرن والكلام ده كله. التضحيات الاجتماعية دي اكبر بكتير جدا، اكبر كتير جدا من ناحية فينا اللعبة دي بيلعبها من اول سن 15 سنة لغاية سن 45. As long as you can play. ففي ناس بتدرس، في ناس عندها شغل، في ناس عندها عائلات أسر، في بس في قاعدة عامة بتقول ان انت ما ينفعش you can't escape more than 3 practices. Per season. Yes. فإحنا بنعمل ده. أنا مهما كان عندي situation، مهما كان عندي مناسبة، مهما كان عندي priorities، مهما أنا بتمرن أو عندي ماتش. اللعبة الشابة في مصر يشرف عليها اتحاد شاب أيضا تحت التأسيس، يترأسه مهندس يبلغ من العمر 27 عاما فقط، ولكنه لا يمل من مخاطبة المسؤولين لدعم هذه الرياضة في مصر. تمام. هو الاتحاد المصري تحت التأسيس لحد دلوقتي لسه مش مشهر، احنا واخدين عضوية الاتحاد الدولي في شهر 7 2014، وابتدينا بعد شهر 7 2014 اول حدث كان مهم، دخلنا تصفيات كاس عالم كان مقف في امريكا، لعبنا قدام منتخب المغرب بس ربنا ما وفقناش، كان الماتش هنا. المشاكل اللي بتواجهنا هو ان احنا ماشيين فرق طبعا الاتحاد، هو العمليه بتاخد وقت شويه، والفكره ان احنا معظم اللعبه اللي بيلعبها دلوقتي جامعات، فعشان احنا نبقى تبع الاتحاد حسب اللائحه الداخليه لوزاره الشباب والرياضه ان احنا لازم نبقى مسجلين اكتر في انديه، فاحنا بنحاول دلوقتي ان احنا ننقل الجامعات تبقى مسجله باسم انديه او مراكز شباب عشان نقدر نبقى كملنا كل الشروط اللازمه ان احنا نعلن على اتحاد مصري مشهر. مباراة وولفز وباراكودس التي حضرها عدد لا بأس به من الجماهير قد تكون بداية لتوسع قاعدة متابعة بل وممارسة كرة القدم الأمريكية في مصر، خاصة مع تبقي أيام على انطلاق الدوري المحلي. هذه اللعبة التي تبدو غير مألوفة لأغلب الجماهير المصرية قد تكتسب شعبية في الأيام المقبلة بعد هذه المبادرة التي قضى فريق كايرو وولفز للتعريف بقوانينها من خلال مباراة ودية ضد فريق عمان باراكودس الأردني. عمرو فهمي، بيم سبورتس، القاهرة. إذن أخذنا الإجابة على سؤال ابتسام، لربما تنتشر هذه اللعبة في الوطن العربي بشكل كبير.